السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم؟ في أخباركم اليوم؟ عندنا يونت جديدة مع درس جديد، وراح نركز على صفحة 96 في هاي اليونت. زي ما احنا شايفين عندنا درس العنوان The Age of the Automobile، عصر السيارات. The car، خلينا نركز هون. The car has become the most popular means of transport in the history of the world. في عنا عصر السيارات، كانت وسيلة مهمة جدا للمواصلات في تاريخ العالم. Some people couldn't imagine life without a car. في ناس ما بتخيل حياتهم بدون السيارة. Others say that the world would be better off without them. في ناس بيحكوا أن العالم بيكون أفضل. Since Carl Benz introduced the first automobile powered by a gasoline engine in 1885. Many people see a car as a necessity in their lives rather than a luxury. Then, yes, الأول ما اكتشف السيارة بالمحرك على البنزين اللي هو كارل بنز، وإنه في ناس كثير بيعتبروها إشي أساسي في الحياة، مهمة للرفاهية وللترف. بنز began selling his motor car in 1888، بلش يبيع الموتور اللي اكتشفه في 1888. In the 5 years period from 1888 to 1893، في الفترة الزمنية 5 سنين ما بين 1880 و 1893، 25 were sold، 25 موتور انباعوا. In 2007، when sales were at their peak، يعني في هاي الفترة 2007 كانت ذروة البيع وكانت وصلت القمة. وفي عنا 54 and 90 plus 37 cars were sold worldwide. زي ما احنا شايفين الرقم كبير جدا، العدد من السيارات كبير انباع في انحاء التوسع العالم. Certainty owning a car has many advantages، يعني انك تملك انت السيارة له فوائد كثيرة. But shouldn't we be concerned about the disadvantages، يعني احنا برضه لازم نكون قلقين من disadvantages اللي هي المساوئ. The number the number of cars on the road is the real problem as that number increases، عدد السيارات في الطرق كثيرة ومقلق وهو في ازدياد. The problem gets worse، بتصير المشكلة أسوأ، راح أسوأ. The first أولا and probably the greatest problem is that of population. Yes, that pollution. Sorry. هلا أن أول مشكلة اللي هي المشكلة الأساسية والأعظم أعظم مشكلة من المشاكل اللي هي التلوث. The fuel exit farms from cars engine contain many chemicals or emissions such as carbon dioxide. Okay. في عندنا رائحة الأكزستات والروائح اللي بتطلع من السيارات، من محركات السيارات، روائح البنزين بتطلق روائح وغازات كيميائية مثل كربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد ثاني أكسيد الكربون، صفر ديوكسيد أند ليد، يعني فيها أكثر من نوع من أنواع الكربونات والغازات اللي تطلقها السيارات في أثناء الحركة. 900 مليون متر، يس 900 في عنا 900 أسف بس الكتاب مش واضحة، خلينا نتأكد من الكتاب. Yes, 900 million metric ton of CO2 is released into the atmosphere every year. في عنا ملايين الغازات التي تطلق في الجو كل سنة في الغلاف الجوي. This is a major contributor to air pollution. Causing increase in greenhouse gases and a decrease in the
أوزون لاير. هلا بحكي لي إنه هذه مشكلة أساسية ومساهم أساسي في تلوث الجو وفي مشاكل طبقة الأوزون. Green house gases build up in the atmosphere and act like a plankton. هلا في عنا هون هذه الغازات بتتجمع في الجو، زي تتجمع في الجو، نعم build up as plankton، في بتكون هون جماعة في الجو بسبب لنا مشاكل، بسبب لنا مشاكل أساسية. Trapping, yes, trapping the sun's heat and causing the plant, causing the planet to warm up. هذه بتزيد الحرارة من أشعة الشمس وبتسبب مشاكل في الكوكب. We can see the results of this in more wild, yes, we can see in my wildfires, extreme heaters and the melting of the polar ice caps. بنلاحظ هاي الأشياء، إحنا مشاكل بتبين معنا في الجو وفي الأرض، وموجودة في كمان في ذوبان القطب. causing sea levels to raise. causing sea level to raise. okay، في عندي هون كمان how emissions contribute to the thinning of the ozone layer that harmful ultraviolet rays. car emissions contribute the thing, yeah. Decrease our protection in the USA. For example, car emissions are the second largest source of CO2. It is madness to think we can just, yes, it is madness, just go on producing more and more cars and ignore the damage being done. كل الفقرة هاي بتلخص لي مشاكل السيارات، الـ disadvantages بتاعت السيارات اللي بتسبب لها مشاكل في طبقة الأوزون، مشاكل في الكوكب، مشاكل في القطب، في الذوبان، الجليد، وعنا أكثر في الـ pollution. وبالآخر بحكي لي هذا جنون إن إحنا نضل نصنع سيارات أكثر فأكثر، وبالآخر احنا يعني ما نهتم بالدمج اللي عم بصير عن طريق السيارات. cars emissions also cause severe health problem. بتسبب مشاكل صحية كثير. احنا first حكى عنا مشاكل البليوشن، مش حكى عنها بشكل مفصل. هلا هون بحكي لي عن الهيلث بروبلمز، الهيلث بروبلمز اللي المشاكل الصحية. when emissions are breathed in they are carried by the bloodstream around the body and can do serious damage. لما احنا نستنشق هاي الغازات بتمشي في الدم وبتسبب صحية ومشاكل في الجو وأكثر من مشكلة. اوكي خلينا نكمل. it has been estimated that in the UK, United Kingdom, UK اللي هي United Kingdom, يعني آلاف القتلى بتصير في هاي المنطقة في هاي الفترة، يعني لما بسبب المشاكل اللي بتسببها، نعم اللي بتسببها يعني حالات مبكرة بتموت بسبب هاي الغازات. In Holland, هذه في UK. In Holland, a study was carried out on 632 children aged even to 11. في عنا 632 حالة في عمر 11 سنة برضو بروحوا فيها. It was found that the respiratory problems were worsening as air pollution increased. في هذه مشاكل التنفس بتصير عنا من البليوشن في الجو في الهواء بسبب زيادة التلوث الهوائي. Further health problems such as diabetes. في عنا كمان مشاكل في الديبيتس، المرض السكري، obesity، السمنة، occur because of lack of exercises، بتصير بسبب عدم التمارين. Obesity in children, السمنة عند الأطفال has been increasing and part of the cause is that
they are taken everywhere they call. والأوبسيتي عند الأطفال بتزيد لأنه من أحد المشاكل إنها الأطفال بروحوا بالسيارة في أي مكان. Walking and cycling are much healthier options.